يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال، مساء الطمأنينة. يا رب اللي تبقى دارسة بيوتنا وبيوتكم وقلوبنا، ويجعل قلبنا كده مليان بالفرح والسعادة والستر والرضا، ويجعل بيوتنا يا رب عمرانة دايما بالخير يا رب. اللهم أمين يا رب. اللهم يغير الأحوال، غير حالنا لأحسن حال يا رب. بجد أحلى دعوة لازم الواحد يفضل ملتزم بيها. قد ايه قد ايه قد ايه يا جماعه بجد. لما تقفي تعملي حاجه كده في بيتك، حتى لو بتقلي بيضه، احمدي ربنا، لان صدقيني دي نعمه كبيره جدا ناس كتير بتتمنيها. ففعلا دي نعمه حلوه قوي قوي قوي. دايما كده نشكر ربنا على كل حاجه، كل حال نشكر ربنا. بحبكم كتير، وان شاء الله الفيديو النهارده هعمل معاكم كعك العيد الناعم الدايب. بصوا منظره تتمسكش، تتكسر، تتفتفت كده، متماسكة وفي نفس الوقت طرية جدا جدا جدا. تعالوا نشوف المقادير المظبوطة اللي متأكدة بعد الفيديو هتقومي تحضريها. عملت معاكم كتير وهي طريقتي ما بتتغيرش. عندي كده سمنة، وهستعمل النهاردة كيلو طحين. دي كبيرة، دي كيلو 600 جرام، فأنا هحتاج منها 600 جرام. يبقى أنا على كيلو طحين بحط 600 جرام بالظبط. تقدري لو عايزاها انشف شويه حطي من 500 ل 550، تمام؟ لكن 600 بتبقى يعني ممتازه. طيب ال 600 بتبقى لو عايزاها بالكوبايه هتبقى معاكي كوبايتين ونص. ودلوقتي انا هسيحها واوريكم عملي، يعني دلوقتي بوريكم بقول لكم انها 600 بما يعادل كوبايتين ونص ومعلقه مثلا، تمام؟ طيب هاخد من السمنه دي. وبصوا بقى، هتعملي كحك العيد وهتتعبي فيه، يبقى لازم تستعملي احلى سمنه عندك، افضل سمنه، تمام؟ اذا مش هتستعملي سمنه اللي هي البلدي اللي هي المصريه دي، يبقى استعملي سمنه نظيفه جدا. طبعا انا هنا بما اني بالكويت، اذا مش متوفر عندي السمنه البلدي بستخدم على طول حلوب، لان طبيعه بيتي اصلا بعشق حلوب. حلوب المراعي برضو جميله. ايه تاني يا ربي؟ اللي هي البلدي اللي هي الكويتي، السمنه الكويتي ورا برضو كويسه جدا. بس طبعا التوب الحلوب. لما تيجي تقولي عايزه اكل كحكه كويسه او اكل معمول كويس او اكل قرص تمام، يبقى اتجهي على الحلوب. هي شويه سعرها مرتفع، بس بصراحه يعني يعتبر حتى سعرها اغلى من السمنه البلدي بكتير، بس طعمها احلى بكتير بكتير. طيب انا دلوقتي 600 جرام بما يعادل الايه؟ الكوبايتين ونص. وارجع اقول تقدري تستعملي اي سمنه انت بتحبيها، بس انا بديكوا ايه الحاجات اللي انا بحب اعملها، وهكون صريحه معاكم في الكلام. يعني لو حتى الواحد يفكر ان يجرب سمنه تانية، لا لا، حرفيا دي مفيش بعدها ولا قبلها، هي ومراعي وورا المجموعه دي كلها كده جميله. طيب الطحين اللي انا بستعمله في الكحك، اللي هو الطحين بتاعنا اللي هو الطحين الابيض، تمام؟ اللي هو متعدد الاستعمالات، مش اللي هو عليه اضافات، تمام؟ عشان الاضافات اخاف تكون يعني اللي هو مثلا كيس وردي او كده، فخليكي على الطحين العادي اللي هو الطحين الفاخر المطاحن. طيب وعندي جنبي السمنه سيحتها. طبعا انا سيحتها شويه، ما خليتهاش زي كل مره اللي هي المغليه قوي، لا سيحتها فككتها شويه كده، سبتها هديت. ضفت عليها رشه من الملح، وهضيف عليها 5 معالق كبار من السمسم. ضفت 4 وهضيف المعلقه الاخيره دلوقتي. ده بقى ريحه الكحك جايبها لي صاحبتي. انا عايزه اقول لكم ان انا كل سنه انا اللي بصنع ريحه الكحك في البيت، بس دي ريحه الكحك اللي صاحبتي جايبها لي. حطيت معلقات الكبار بس، يعني هعمل تاني لان هم ما كانوش كتير. بس ريحتها وطعمها كانت خطيره، ومخليه الكحك بصراحه تحفه. وضفت عليهم معلقه ممسوحه صغيره من البيكنج باودر، وضفت عليها ربع معلقه صغيره برضو ممسوحه كده صغننه على الطرف من الدارسين، لان حسيت ان ريحه الكحك ما كانتش يعني مش احسن حاجه، يعني كانت عايزه شويه اضافه شيء، يا بشره جوز الطيب، يعني كانت محتاجه اضافه شيء، فاهميني؟ فحطيت عليها. هي صاحبتي جابالي من مصر، فممكن في مصر مش ضايفين المكونات كامله او حاجه. انا بحب ريحه الكحك بتاعتي تكون الريحه بتاعتها تبقى ضاربه في البيت كله بصراحه. كل اللي بياكل الكحكه بتاعتي يقول لي غريبه، طعمها غريب، طعمها رهيب. ففعلا امشوا بس على مقاديري دي، هتطلع معاكم رهيبه. فضيفوا ذره من القرفه، هتظبط لكم ريحه الكحك جدا، مش هتبان على فكره، بس هتظبط لكم ريحه الكحك. بعد كده هنزل بالسمنه بتاعتي 600 جرام، وهفضل ابس بقى فيها.
الكحك من غير بس مفيش ملوش طعم، مش مظبوط، مش هيطلع معاك عامل زي القشور كده وجميل وخطيره، والكحكه تدوب تبقى بايشه. بصي لازم تبسيها واديها وقتها، وقتها جدا. ليه بقى؟ لان انت المرحله دي هتبسي وتتعكي وتستمتعي بالدعك. ادي ولادك يبصوا، انت بسي لما تكون كميه كبيره، ادي كده الطبق لاولادك يستمتعوا، متعوا ولادكم معاكم. تمام. انا بصراحه الكيلو ده عملته كده بس بسرعه، بس انا هعمل تاني، عشان كده بعمل عشان اوزع، عشان والدي، عشان صحابي وكده. بس عايزه اقول لكم اني هخلي ابني يقعد يساعدني. ليه؟ انا بحب كده. تمام. بحب امتع عبد الله معايا ومتع اولادكم معاكم. اه مهما يكبر لازم، حتى بقول له ده انت لو متجوز، لو بتشتغل كده هجيبك تقعد تبسه، لان دي عاده جميله هيفتكرونا بيها بعد كده، فاخلي اولادنا يشاركوا معانا العادات الجميله. فانت هتبسيه براحتك وتخليه على جنب. وهجيب بقى دلوقتي كوبايه، احط فيها نص كوبايه من الحليب على ربع كوبايه من الميه، وحطيت عليهم معلقه صغيره من خميره ومعلقتين كبار من السكر، او معلقتين يعني من السكر. تمام. دي كده المقادير المظبوطه، وهكتبها لكم في الديسكريبشن تحت. ما حطيتش سكر هنا في العجينه، انا بحط سكر في الميه. تمام. في الميه او الحليب على ميه. هفضل بقى ابس. بصي لما توصلي للمرحله دي، شايفين الجمال؟ البس ده هو اللي بيخليه جميل. هتفضلي تبسي، هيطرى بقى معاكي. بصي هيبقى بقى عامل ازاي. الاول بتبسي تلاقي شويه كده وتماسك، لا دلوقتي بقى خلاص بقى زبده. بصوا المنظر، زبده يا جماعه، زبده تكوريها، شوفي تلاقيها بتتكور وتتشكل، تتكور وتتشكل. طيب هجيب بقى هنا الحليب والخميره، ومش هنزل بيها على بعض، هنزل بيها حبه حبه. شوفوا كده، اول ما تتجمع معاكي خلاص. وما تديهاش حليب كتير، العجينه كل ما تديها حليب هتاخد منك، بس هتقلب بقى ساعتها قرص، لان طريقتها ومكوناتها بتبقى نفس مقاربه للقرص. تمام. بصي ايوه كده، بتفتحيها كده، ده الاختبار المعروف بتاع الكحك. طيب وزي ما شفتوا كده بايدي، بتدعك مش تدعكي وتعجني، لا بتلميها بس كده بترطيف صوابعك. بصوا بقى النقشه، ما شاء الله عليها، عجينه رهيبه مظبوطه 100%. الكحكه ما فيهاش تشققات، خطيره. اعمليها بقى براحتك بالدوت او بالبصامه او بالمنقاش، انا بعملتها بالمنقاش. بصوا بوريكم، ما خدتش مني اقل من نص كوبايه، اقل بكتير. تمام. طيب تبداي بقى تشكليها التشكيله اللي بتحبيها. انا عاملاها بالمنقاش بتاع سمسم حبيبه قلبي، صاحبتي كانت جايبه لي، كانت مدياني حوالي 3 مش فاكره او 2 ايام، الله يرحمها ماما، كنا بنعمل انا وماما واخواتي، وكانت مدياني منهم سمسم صاحبتي، يا رب يحفظها يا رب. اعملي بقى انت بالبصامه براحتك، بس انا ما عنديش غير هو المنقاش بصراحه. بصوا بقى الجمال، ما شاء الله، جميله 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 بجد، كحكه ولا اروع ولا احلى من كده. طيب في برضو طريقه تانية للتشكيل هوريها لكم، جميله جدا جدا جدا. تقدري تعملي كده، تاخدي قطعه من العجينه، بصوا العجينه يا جماعه عجينه قمر رهيبه، تبداي تعرفي العجينه ليه مش بتشقق وجميله، علشان انت مديها سمنه مظبوطه. كيلو الطحين عليه 600 جرام من السمنه، هتطلع معاكي تحفه، من 600 ل 650، لان ممكن وانت بتعجنيها لقيتيها بتشقق تحط لها معلقتين سمنه، فبتاخد ما بين 600 ل 650، تطلع معاكي متماسكه وفي نفس الوقت دايبه دوب. هتحطي غطا ازازه الميه وتلفي عليها الرول، بعد كده تنقشيها. بصوا جمالها خطيره، اعملي بقى اللي انت عايزاه، عندك كذا شكل، طبي وتخيري. طيب خلصت الكميه، حطيت على ورق زبده على الصاجه، دخلتها الفرن على الرف المرتفع شويه عن النص، وخدت حوالي 30 دقيقه على نار اقل من الوسط علشان تستوي كويس وتتحمر كويس. طلعي بقى زي ما انت ما بتحبيها، احنا بنحبها متحمصه زياده، انت عايزاها فاتحه براحتك، بس انا بطبيعتي بحبها متحمره زياده، ودي اللي بيميز الكحكه بتاعتي، حتى بتاع التوزيع بعمله محمر. ليه؟ لان بجد هي دي اللي بيميز كحكتي، متحمره حلو وريحتها حلوه جميله قوي، وما تخافوش مش هتنشف ما دام واخده سمنتها حلو، مستحيل تنشف. طيب يا حبايبي، بعد ما بيستوي الكميه بتسيبيها تبرد كويس قوي، بتطحني السكر. انا بطبعي بحب اطحن السكر في البيت، مش روش جاهز، بطحن السكر واحط عليه شويه فانيليا، وفانيليا اللي هي العلالي دي بتديه ريحه حلوه قوي. اتبقى مني في كوبايه العجين اللي هي الخميره، اتبقت نص كوبايه، حطيت عليها كوبايه ونص طحين وعجنتها وخبستها في الفرن خبزي التميس، كانت خطيره.
طيب كده وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون الفيديو عجبك واستفدتوا منه. قومي بقى تشجعي واعملي الكحك، بصوا جماله طالع جميل قوي، دي الكمية بتاعت كيلو ما شاء الله عليهم، طلع كمية حلوة راهية. احتفظي بيها بقى في علبة كده محكمة الغلق، وتفضل بقى معاكي تمام، تفضل معاكي فترة طويلة. هو ان شاء الله دول كيلو يعني، بس انا ايه بوريكي يعني طريقة الحفظ انك تحتفظي بيها كده. ومتشجعي كل يوم اعملي لك كيلو، هتلاقي نفسك على العيد عملتي كمية حلوة. بحبكم كتير، بصوا منظر الجمال يا نهاري رهيب، عايزة اقول لكم ان طعمه خطير خطير خطير. يا رب يكون عجبكم، اتشجعوا بجد والله، قوموا اعملوه، فرحوا ولادكم. مش كل حاجة جاهزة، مش كل حاجة جماعة جاهزة، سهل قوي قوي قوي، مكوناته بسيطة، بس انك تمشي صح وتظبطيه، ما تدعكيش فيه. اهم نقطة ما تدعكيش في الكحك علشان يبقى جميل، بس بتلميه بتورطيه في صوابعك مجرد ما بتحطي المية او الحليب تمام. يا رب يرحم امي وابويا، اغفر لهم واجعل قبرهم روضه من رياض الجنه يا رب، اللهم امين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وان شاء الله انتظركم معايا على اليوتيوب والفيسبوك باسم رنا العبودي. لايك وشير وتعليق ما يسعدني، وان شاء الله نكمل مع بعض كل يوم وصفه لحاجات العيد باذن الرحمن، اذا ربنا ادانا عمر يا رب اللهم امين. هعمل معاكم كل يوم وصفه تمام. وزي ما قلت لكم انا بحب اوصل كمان فيديوهاتي، عشان انا بحب كده، انا مش بستفاد اي افاده ماديه، عشان لو اي حد داخل جديد يسمعني، مش بستفاد اي افاده ماديه، ممنوع عندنا الربح في الكويت، ولكن انا بحب اوثق فيديوهاتي عندكم هنا، علشان بعد كده في المستقبل ابني اهل بيتي يشوفوا الفيديوهات دي تبقى جميله. يلا باي باي.